السلام عليكم أخواتي ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اليوم معي في وصفة جديدة اللي هي السلطة بالسمك والخضار. اللي غادي نحتاجه إن شاء الله اليوم كروفيت أو شريم، كالامار. بالنسبة للكروفيت والكالامار فستاي في المقلاة بزيت زيتون، فلفل أسود، ملح، وثوم بودرة. كذلك نحتاج لعلبتين للتونة معلبة في الزيت، بيض مسلوق، خس، بسباس أو فانو أو أنيس، جزر، خيار، تشيري توميتوس اللي هي الطماطم الصغيرة، كذلك الباربا، ذرة، أكروم أو الريد كابيش، ورود للتزيين. سوف نشرح لكم كيف تعملوها. كذلك باستا مسلوقة في ماء وملح. بالنسبة للتوابل نحتاج مايونيز، دبس الرمان، زيت زيتون، كريم تشيز، جبنة، كيومن أو كمون، فلفل أسود، ملح، عصير ليمونة، قزبرة ومقدونس، فص من الثوم. والآن سوف نبدأ القزبرة والمقدونس. فص الثوم، عصير حامض أو ليمون، نحاول نشيل البذرة. صغيرة من الملح، ربع معلقة كيومن أو كمون، معلقة إلا ربع بلاك بيبر، دبس الرمان حسب معلقة كبيرة، زيت الزيتون، أنا أحتاج كمية لكل الخضار، معلقة من الجبنة أو كريم تشيز، نخلط العصير كلهم. بعد ما خلطنا أو طحنا العناصر كلها صبح لنا صلصة جميلة جدا لذيذة بالجبنة. الآن نمر عليها هذه، سوف نوضع الثوم أو تونة، ثم قليل من الملح، قليل فقط لأن وضعنا الملح في الماء.
قليل من الفلفل الأسود. ثلاث معالق مايونيز. انا ما تنضعت شي حاجة فيها لان طلب من بناتي بانه لا يحب الخضار في التونة والباستا ساوت. والآن بعد ما وضعنا الباستا سالت في الطبق، أنت ترسمين بالباربا بماء الباربا، يعني تتخذي الطريف تاع الباربا وتتحدي به الأماكن اللي أنت تحبين أن توضعي السمك. يا بسم الله. طبيعة الحال المكان نظيف. سأعيد ثم الكالامار. ثم نبدأ الجزر. أخذ معلقتين من الصلصة. اشتركوا.
بعد ما ان شاء الله نسالي غنوريكم كيفاش درت هاد الفلاور. بعد ما خلصت انا غنشرح لكم بالنسبة للورود. بعدنا الفجل او الفجل تعملوه لشرائح رقيقة جدا. الشكل يصبح عندكم ورود. وهذا هو الشكل النهائي تاع السلطه تاعنا. تنتمنى انها تعجبكم وتلد على خاطركم ونكون انا خفيفه على قلبكم. نتلقى معكم المرة الجاية إن شاء الله في وصفة جديدة.